السلام عليكم. نبدا قولي بسم الله. اليوم خياتي جبت لكم الدولمه لوبيا مشطو، حاجه بنينه بريزونطابل ما شاء الله، كيما يقولوا تاكلوا صبعتيكم وراها. نتمنى ان شاء الله تجربوها. واش نسحقوا في هذه الكيفيه تاع اليوم؟ عندنا هنا طريفه تاع اللحم الغنمي، اللي حاب يستعمل الدجاج يستعمل الدجاج. عندي بصل مقطع رقيق، عندي طماطم مسكرفجه حبه، وعندي مغرف تاع طماطم كونسيرف، عندي كمون، فلفل عكري، قرفه، فلفل كحل، وشويه ملح. هادو بالنسبه للصوص. اما بالنسبه للفخس تاع لوبيا ماشطو، عندي لحم مفروم، عندي لا شابلور او الخبز يابس مرحي، كميه من البصل وشويه ثوم، حبه بيض، ولي زيبيس اللي هما قرفه ملح وفلفل كحل. هنا نروح نفهمكم على الماشطو. جبت المشطو تاعي، نقيتها، خليتها طويله، نحيت لها دوك القطمير من الفوق ومن التحت، غسلتها بالطبع وفورتها بشويه ملح، وعصرت عليها شويه قارص، ودرتها تفور عادي، خليتها ماشي حتى طابت بزاف، قريب ما تطيب. هنا نروح باش نوجد لاصوص تاعي. درت هذيك الكميه تاع اللحم في طنجره، حطيت عليها هذاك البصل، شويه زيت، وسكرفشت عليها 3 سنينه تاع الثوم ولا 4. هنا بعد ما دبل لي البصل، زدت عليه كميه تاع التوابل اللي هما ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، شويه كمون، وشويه قرفه. خليت هذاك اللحم يشرب هذيك التتبيله مليح على نار قليله. هنا زدت عليه هذيك الحبه تاع طماطم اللي كنت سكرفشتها، ومغرف صغيره تاع طماطم وعلب او طوماطيش كونسيرف. هنا بعد ما دبلت لي هذاك البصل وهذيك الطوماطيش تلبات وطلقت هذاك ليدام، مرق بالماء سخون حتى يتغطى لي اللحم، ونخلي لاصوص طوماط تاعي يطيب. من جهه واحده اخرى نروح نوجد لافارس تاع لوبيا ماشطو تاع اللحم مرحي. ندير كميه من اللحم المفروم دون ان ريسيبيون، نزيد معها حبه بصل صغيره مسكرفجه وثلاث سنينه تاع ثوم، ونزيد معها مغرف تاع لا شابلور، مغرف اكل تاع لا شابلور. هنا لا شابلور تخلي لنا اللحم تاعنا يولي طري كي ناكلوه لداخل، ما يوليش ناشف. نزيد عليها شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل، وشويه تاع قرفه. نزيد معها صفر تاع حبه بيض، والابيض تاع البيض دوك نقول لكم واش نديروا به. نزيد معها ملعقه اكل تاع زيت تاع المائده، زيت عادي ملعقه اكل، ونخلط الخليط تاعنا مليح. ومن الافضل تعجنوه بيديكم، نعجنوه باش نضمنوا داك الخليط تاعنا مليح يدخل، التوابل ولا شابلور والبصل يتخلطوا مليح مع اللحم المفروم. هنا نروحوا باش نوجدوا الدولمه تاعنا. نحكموا خيط، الخيط تاع الطبخ تاع المطبخ عادي، نحطوا دو فيل كيما راكم تشوفوا، زوج خيوط، نستف هذوك لوبيا ماشطو. هنا تقدروا تستعملوا من 10 ل 15 حتى ل 17 حبه تاع لوبيا ماشطو، سا ديبون لا بول اللي تحبوا كبيره ولا صغيره. حطيت هذوك لوبيا ماشطو كيما استفتهم هكا وحده قدام اختها، ودهنتهم ببياض البيض اللي نحيته من هذيك الحبه تاع صافي الاصفر، درتو مع اللحم مرحي والبياض، دهنت به هذيك لوبيا ماشطو. نجيب لافارس تاع اللحم مرحي، ندير مبوده ولا هكا شغل اسطواني، شكل اسطواني، نحطه في الوسط هذوك تاع لوبيا ماشطو، وهنا نحكم زوج خيوط. وهنا خياتي بيسكو فيها دهناها بالبيض تاع البيض، هذيك لوبيا ماشطو تشد في اللحم، في اللحم المفروم عادي تشد بكل سهوله. هنا نبدا نربط هذيك الدولمه تاعي من الفوق ومن التحت. انا نفضل هذه العمليه خير من اللي يلوهم، يلوو كامل الخيط على هاد لوبيا ماشطو، بعد كي يجيو نحوات تجيهم واعره العمليه، صافي غير زوج خيوط يكفونا. هاي لك خياتي، ونكمل الطريقه على كامل لوبيا ماشطو تاعي. وهنا كي تكون تربطوا خياتي ما تزيروش بزاف، باسكو بوسيبل تتقطع معاكم لوبيا ماشطو، باسكو راهي نص طياب ما بقالهاش بزاف وتكمل طيابها. هاي لك، نجيبو مقص تاع المطبخ نحو هذوك الزوائد تاع الخيوط باش تكون الخدمه تاعنا متحوفه ومتقونه. ومن بعد نجيب سكين نحي هذوك الزوائد اللي منا ومنا، باش نتحصلوا على الشكل تاع الدولمه يكون مستوي في الجانبين. نجيب صحن نحط فيه هذوك الزوائد كامل، بعد ما نكون درت الدولمه كامل الحبات تاعي، نحطهم في صحن كيما راكم تشوفوا. كي نكمل كامل هذوك الزوائد نقطعهم،
هنا قعدت لي كمية من اللحم المفروم، زدت لها شوية تاع بياض البيض، رجعت هذوك الزوائد اللي قطعتهم تاع لوبيا مشطو، خلطتهم هذوك الفيون داشي ودرتهم هما تاني كدي بول هامليك باش نزكي الطبق ديالنا. نحطهم في صحن، وهنا خيوتي هامليك هذوك الكويرات ولا لي بول تاعنا بعد ما كورناهم، هاي لك الظلمه تاعنا بعد ما فينيتهم وسويتهم. نحكم الصحن، نحط فيه حبه بيض كامله، ندير لها رشه تاع الملح وندرب هذاك البيض شويه باش يتحلي. ونكون موجده صحن واحد اخر فيه كميه من لاشابلور او الخبز اليابس المرحي. نجيب هذيك الظلمه تاعي نغطسها في البيض من كامل الجوانب، ومن بعد نحطها في لاشابلور، هي تاني نزيد نرمدها في لاشابلور ونحطها في صحن بجيه، ونكمل العملية على كامل الظلمة تاعي. وفي نفس الوقت نزيد هذوك الكويرات تاوعي تانيك تاع اللحم المفروم، ندير لهم نفس الطريقة، نرمدهم في البيض ونزيد نرمدهم في لاشابلور ونحطهم باش نروح نبدأ نقلي فيهم في الزيت. هنا عندي مقلة خياتي حطيت فيها كمية من الزيت، وخديت الزيت تاعي يسخن ما نقويلوش النار باش اللحم تاعي هذاك الداخل يطيب لي. هاي ليك نحط هذوك الظلمه تاعي الطيب، ونبدا نحمرها من كامل الجوانب، نبدا نقلبها بالعقل بالعقل حتى تطيب لي كامل الجوانب. في نفس المقله نقدر نحط هذوك الكويرات يطيبوا لي هما تانيت في نفس الوقت مع هذيك الظلمه تاعي، ونبدا نقلب فيهم. هنا احمروا لي، جبت الصحن فيه الورق المصاص ونحطهم يقطروا من الزيت. هنا خياتي بعد ما بردت لي شويه هذيك الظلمه نحيت لها هذاك الخيط، شوفوا كيفاش نروحوا لهذيك الحقده نقطعوها ونسرسبوا هذاك الحيط، الخيط يتنحى لنا عادي. هنا الظلمه تاعي بعد ما قليتها قسمت الحبه تاعي على زوج باش نتحصل على هذا الشكل. هنا الصوص تاعي راهي طابت، حطيتها في صحن تاع لي يدخل الفور، شوفوا لا كونسيستون تاعها كيفاش عاقده. الله الله اللحم تاعي ما عندي ما نقول لكم راهو زبده. هنا نبدا نستف هذيك الظلمه تاعي ساير داير في البلا تاعي. وهنا التزيين ولا التقديم خياتي كل وحده والذوق تاعها، تقدمها ولا تزينها كيما تحب. هاي ليك ستفت هذيك الظلمه تاعي، نزيد نحط هذوك الكويرات تاع اللحم، تاع اللحم اللي درناهم قلت لكم درتهم باش نزكي الطبق ديالي، نحطهم هما ثاني في لاصوص. ومن بعد نجيب بابي كويسون خياتي، نغلف الطبق تاعي. هنا ما كانش عندي بابي الومنيوم، استعملت هذه الحيله، هذه السنيوه هذيك اللي تتلحى الفون ديالها، غطيتها باش هذاك البابي كويسون يغاردي لي الحراره وتتجمر لي الطبق تاعي. هنا شوفوا كيما جبتو من الفور مازالو يتكتك كيما يقولوا، شبحته بشويه تاع الحشيش ودرت له دو روندال تاع القارص. وهاوليك الطبق تاعي بعد ما وجد خياتي، هاوليك كيفاش نقدمه والبنة ما شاء الله اللي نقول لكم عليها قليل. امنوني غير تاكلوا صبعتيكم وراهم، ان شاء الله تجربوا خياتي ويعجبكم وتفرحوا به افراد الاسره. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.